السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لدينا ولديكم من مواضيع. مشاهدينا الكرام، نبدأ من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا مجموعة من المقاطع. طبعا قبل أن نعرض هذه المقاطع والتعليقات التي وردت بشأنها، كل ما سنعرضه في هذه الحلقة بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة على التساؤلات التي تطرح بشأنه أو لإبداء آرائكم بشأن هذا الموضوع الذي سنعرض. في البداية، في أول مقطع لدينا، شهدت مباراة كلاسيكو العراق لكرة القدم بين ناديي الزوراء والقوى الجوية ترديد هتافات مناهضة لإيران خلال دخول منشد احتفى هذا المنشد بميليشيا الحشد وحاول تمجيدها لتلتهب المدرجات، ردا على ذلك بهتاف إيران برا برا بغداد تبقى حرة. لنشاهد. يعني السؤال الذي يطرح، لماذا تمجد ميليشيات قتلت العراقيين، هجرت العراقيين، أحرقت مدنهم، شردت الملايين، قتلت المتظاهرين في محافظات أخرى، سرقت المال العام، تشارك بالسلطة وتدعي أنها مقاومة للمحتل والاحتلال الأمريكي لا يزال في العراق؟ هذه الميليشيات لماذا تمجد في مباراة لكرة القدم؟ لماذا يدخل السلاح إلى الرياضة؟ دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. سوزان تقول: هذا العراق الحر والأصيل، إيران برا برا وبغداد تبقى حرة إن شاء الله. مرتضى يقول: نحن شعب لا نعشق إلا العراق ولا نقبل بغيره، اللهم احفظ العراق وشعب العراق واحفظ كل محب لوطنه. تعليق لدينا من مرتضى أيضا يقول: ألف رحمة على والديك جمهور الزوراء على هاي الهتافات. وآخر تعليق لدينا من حيدر يقول: هذا الصح، بدأ الوعي يدب في الشعب لإخراج الاحتلال الحقيقي. يرى حيدر بأن إيران هي الاحتلال الحقيقي للعراق. الولايات المتحدة في نظر كثيرين سبب الدمار والخراب، لكنها أيضا هي التي سلمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران التي تعيث في الأرض فسادا اليوم وتدمر العراقيين بواسطة أدواتها. معنا اتصال. السيد ابو عمر من بغداد، تفضل. الو، حياك الله استاذ محمد، وحيا الله قناه الرافدين. الله يسلمك. حيا الله يا ابو عمر. استاذ، بالنسبه اللي صار بالملعب كره القدم بين الزوراء والجويه، اي الموضوع طبعا هي موضوع مجموعه مواضيع، لكن هذا اول موضوع عندنا، اريد رايك به. ليش اليوم العراقيين دا تشوف او نسمع هاي الهتافات باستمرار؟ استاذ محمد، بالنسبه اكو لبعض الميليشيات اللي لحد الان تخلق الفوضى بين العراقيين ويشوفون من تصير ملاعب كره القدم، فهي مجموعه من شباب العراقيين يدخلون هاي الملاعب، وهاي الملاعب يحاولون يعني نقدر نقول تمجيد ايران، تمجيد الحشد، تمجيد هذه الاحزاب، فما يقدرون، لان كل شعب العراقي وكل شبابه يعرفون هم ميليشيات الحشد، وكل الشعب العراقي ما راضي بهاي الامور اللي يمجدون فيها. احنا شعب يعني متكاتف سنة وشيعتنا ومسيحة وكل طابعته وكل اطياف العراقيين متوحده، لكن هاي ميليشيات الحشد استاذ محمد يعني دائما بالمظاهرات خلقت فد مشاكل بين المظاهرين، وقالت عليهم بحثيين، وقالت عليهم جوكريين، فتدخل يعني باي مكان كان تختغل هذا الفراغ بحيث انه تسوي فد اعمال يعني ما يرضى بها الشعب العراقي. لكن ابو عمر، برايك يا ابو عمر، ليش دا يصير اكو استغلال لكل مكان حتى تدخل به هاي الاحزاب او الميليشيات بادواتها ببعض من جمهورها يهللون ويهتفون لهاي الميليشيات؟ يعني
ايش دخل الميليشيات اللي تحمل السلاح خارج اطار القانون، اللي تقتل العراقيين، اللي تسرق المال العام، ايش دخلها بالرياضه؟ ايش دخل السلاح انه يطب واحد الى الملعب يمجد بميليشيات مسلحه خارج اطار القانون؟ ليش يدخلون السلاح والفوضى بالرياضه؟ استاذ محمد، لانه هاي الميليشيات وقفت عندنا ونزلت يعني نفوذها ونزلت يعني قيمتها ونزلت يعني مثل ما يقولون هيبه امام الشعب العراقي. بينت كل الميليشيات اللي جاي قتلت الشعب العراقي، قتل مظاهرين وقتلت اعلاميين وسرقت اموال الشعب العراقي، ونشوفهم يعني بالهتافات يعني اللي يطلعون بها دائما يمجدون ايران، دائما يمجدون خامنئي. فاحنا العراقيين يعني هاي الامور احنا ما نسمع لهذول الميليشيات ولا نمجد احد من احد هذول الحكومات وطاقة الاحزاب وايران، ما نمجدهم. فهذول يكونون يعني خجل، ما عندهم حياه، ما عندهم امام هذا. طيب انا عندي سؤال اتمنى، طبعا اولا حنتظر اجابته من حضرتك، واتمنى انصار هاي الميليشيات الموجوده في العراق انه يجاوبون على هذا السؤال، يشاركون معنا في الحلقه، وكل اهلا وسهلا بهم، بكل من يشارك يبدي رايه بكل احترام، انه هل يعقل انه ذولا اللي تظاهروا، ذولا اللي هتفوا بالملعب اللي اعدادهم مو واحد واثنين، كانت اعداد غفيره، مشجعين نادي الزوراء والقوى الجويه، انه هل معقوله كلهم على خطا لما يقولون ايران برا برا بمجرد ذكر اسم الحشد؟ طيب هذا معناه انه العراقيين هسه بالاجماع او غالبيه العراقيين يربطون هاي الميليشيات بايران. ليش يقولون لعد ذولا انه احنا ابناء الوطن واحنا المدافعين عن الوطن؟ اذا هم معروفين في نظر العراقيين ولائيين، معروفين ان هم اتباع للغير، اتباع للخارج، معروفين ان هم مو عراقيين في نظر العراقيين، ليش لعد اكو ناس الحدث تقول ذولا المقاومه، ذولا اللي حموا البلد واللي حموا الكذا؟ استاذ محمد، هم حموا البلد، حموا البلد من المحتل، من الامريكان، حموا البلد. ما هم حموا البلد، قتلوا الشعب العراقي، قتلوا محافظاتنا السته اللي دخلوا لها بلية، يعني بلية ضمير، بلية خوف، دخلت عليهم وقتلتهم واخذت شبابهم، اعتقلت واعتدت على نسائهم، اعتدت على شيوخهم. فهاي يسمونها هاي المقاومه، هم ابناء الشعب العراقي، فهم غلطانين استاذ بهذا الامر. يريدون الشعب العراقي كله ان يكون وياهم، يعني بانه انتصروا وحققوا انتصارات. اي انتصارات؟ حققتوا على شعبكم، حققتوا على ابن جلدتكم، هذول ناس عراقيين، فهاي خطأ، غلطانين بهاي النظريه. طيب شكرا، شكرا سيد ابو عمر. نعم وصلت الفكره. ويانا سيد قاسم من السماوه، تفضل. قاسم ما موجود، فقدنا الاتصال. طيب نكمل مشاهدينا الكرام المقاطع التي لدينا في الفقرة الأولى، ننتقل إلى مقطع آخر. قوات مكافحة الشغب، أو كما يطلق عليها العراقيون قوات مكافحة الشعب، فضت تظاهرة للخريجين التربويين أمام مبنى مديرية التربية الديوانية في محافظة القادسية بالقوة. استخدمت قنابل الغاز في تفريق المتظاهرين الذين طالبوا بتوفير فرص عمل لهم. هذه الطريقة التي تعتمد منذ الاحتلال إلى اليوم من قبل حكومات الاحتلال، والتي وصلت إلى هذه المرحلة، خلفت طبعا إصابات وتخلف قتلى في كثير من الأحيان. دعونا نتابع. الآن قمع الخريجين من قبل القوة الموجودة. ضربوا الخريجين، هاي القوة، كم القتل؟ هاي الآن إصابة اثنين داخل المستشفى. سيارة مال بعده. يلا يا معود، اسمع لي كيفك، عليك كيفك، عليك كيفك، عليك كيفك، عليك كيفك. شنو شنو شنو؟
لنستعرض بعض من التعليقات مشاهدينا قبل أن ننتقل لاستقبال مزيد من الاتصالات. عندنا تعليق من علياء تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سنوات ندرس ومن نجي نطالب بحقنا، بلدنا يصير ضدنا. علي الوائلي يقول: من هنا من الخريجين سوف تبدأ ثورة الحق على الباطل، وهذه المرة لن تنطفئ. تعليق عندنا من يوسف يقول: القوات العسكرية جميعها مرتزقة لحماية الحكومة وقمع وقتل الشعب، هكذا يرى يوسف. في تعليق عندنا من المحامي فالح هادي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، هكذا يقول المحامي. دعونا نستقبل ناصر من بغداد. ناصر تفضل. مرحبا أستاذ محمد. حياك الله ناصر، أهلا وسهلا. أستاذ، بخصوص الموضوع عيد زوراء واللاعبين، طبعا اليوم بوجه أي عدو للعراق، وجه هاي الميليشيات، يعني لما تدخل للملعب، نعم، ملعب ترفيهي من الداخلين، نعم، إنه تشويه سمعة العراقيين. العراقيين اليوم أنطوا موقف بطولي، والله أنا أتمنى هناك، نعم، راسي، لأن اليوم موقفهم موقف وطني شريف صادح، صادح بوجه الأعداء، بوجه ذول العملاء الإيرانيين، ذول اللي يدخلون هاي الميليشيات، غايتها إنه ولا يحبون بالعراق، تأجج موقف، تريد تخلق فتنة طائفية. الشباب اليوم وعبروا أجمل تعبير والله العظيم، فتحية لكل الأخوة اللي هتفوا ضد إيران فعلا برا. أنا هم كانوا يهتفون بالتلفزيون وأنا أهتف هنا، نعم، إحنا مو بحاجة إلى إيرانيين، ذول عملاء أستاذ محمد، عملاء عملاء عملاء. طيب تدري هسه سيد ناصر، من المتوقع واحتمال كبير الآن نشوف اللي يعلقون على هاي المقاطع اللي تنتشر من الذباب الإلكتروني اللي تابع لهاي الميليشيات، يتهم ذول الشباب المشجعين، يقولون أن أنتوا خلايا نائمة، وأنتوا بعثية، وأنتوا دواعش، وأنتوا مدفوع لكم من الخارج حتى تهتفون ضد الحشد. يعني هل يعقل بأنه أغلب العراقيين اليوم اللي طلعوا في تظاهرات، اللي في المدرجات في الملاعب، اللي في أماكن أخرى كثيرة بداخل العراق، يقولون هذا الحشد مجموعة من القتلة، من الميليشيات، مجموعة من قطاع الطرق، من قتلة الأبرياء، ويحملون شعارات وطنية ما لها أي علاقة بحقيقتهم، وأتباع لإيران بالصريح. يعني معقولة ذول العراقيين كلهم مدفوع لهم وخونة؟ معقولة؟ والله أستاذ محمد، جوابا على السؤال، ذول اللي هتفوا اليوم ضد إيران تاج نخليه على الرأس، هم ذول الأصلاء العراقيين، ذول الأصلاء الحقيقيين، نعم، المعبرين عن طموح الشعب العراقي وعن مستقبله، نعم. فذول لما يدخلون باسم الحشد وباسم، هم ذول، نعم، يجوز الحشد عنده منطق سليم ثاني، لكن ذول عبارة عن عصابات مؤججة لإثارة الفتن داخل الشعب العراقي. نتمنى من العراقيين أن يكون موقفهم واحد من الأخوة ذول المتظاهرين اللي هتفوا ضد إيران، وإن شاء الله إيران فعلا برا أنا همرة. شكرا يا سيد ناصر من بغداد. محمد من أمريكا تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد عزيزي. ذول الميليشيات الحشد، ما حشد، حشد إيراني فارسي كفلك الله، تابع لحرس الثوري الإيراني، نعم، يقود هادي العابري حيشاك الخنزير، وهذا وش اسمه فالح الفياض، كفلك الله، ما يريدون، يريدون يقول لك شلون إيران برا ليش؟ أي. هم ولاهم لإيران ليس للعراق، يأخذون من خيرات العراق يدمرون البلد. كفلك الله، ذولا ليس عراقيين، ذولا تابعين للعجم، لليوم الفرس المجوس، نعم، والله العظيم هذا الحشد القذر نهايته قريبة، وبعون الله وسيدنا محمد، نعم، والله العظيم أحيي المتظاهرين الأبطال في الملعب، جماعة نادي الزوراء، أحيهم والله على رأسي، أحيي كل شريف عراقي أخليه على رأسي، الخزي، نعم، والعار للإيران. طبعا عندي سؤال لك سيد محمد، تفضل عمري، بخصوص المقطع الثاني اللي عرضناه. طلعوا عدد من الخريجين التربويين يتظاهرون في محافظة القادسية، قوات مكافحة الشغب
ضربت عليهم قنابل غاز مسيلة للدموع واعتدت عليهم وأدى هذا الموضوع إلى حدوث إصابات. السؤال، ليش هذه القوات الحكومية والمسؤولين عن المحافظات يقمعون اللي يتظاهر بشكل سلمي يطالب بحقه وما يروحون يقمعون إرهاب الميليشيات، فساد الأحزاب، خراب البلد اللي صار على يد مجموعة من السراق والحرامية؟ هاي القوات ليش ما تروح تحاسب ذولا وتقمع المجرم الحقيقي وتترك الناس المتظاهرين اللي يطالبون بحقهم في بلدهم يتصرفون على راحتهم، طالما مدى يحرقون شيء، طالما مدى يقطعون طريق، طالما مدى يأذون أحد؟ عزيزي أستاذ محمد، ذولا هم ميليشيات، ذولا تابعين للحشد، جماعة بدر وغير بدر كفيلك محمد. ليس ذولا، ليس ذولا ما عندهم غير على العراق، ذولا إيرانيين كفيلك الله. هو حشد هذا السيستاني حيشاك الفاشل. لا لا، بل شوف 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 سيد محمد، بلا تجاوزات على أشخاص لو سمحت، اتكلم، انتقد سياسات، انتقد تصرفات، تصريحات، لكن لا تتجاوز على أشخاص، تفضل. كفيلك الله، هو هذا الحق، هذا الحق، كفيلك الله. طيب، هو سوى الحق. شكرا شكرا سيد محمد من أمريكا، وصلت الفكرة. قاسم من السماوة، تفضل يا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه الميليشيات، هاي ميليشيات ارهابيه، الله وكلك دمرت العراق. نعم، بس علوا لي صوت، علوا لي الصوت، ما اسمع يا شباب. ايوه، لا لصالح الديون، يعني مثل امثال الحكي سلام، ميليشيات النجباء، نعم، العصايب ذول، الله وكلك دمرت العراق هذه، هذا وبعد تدمر العراق. يعني احنا اليوم بالامس شوفوا أقمعت المتظاهرين في جنوب العراق، أي وحتى في محافظة القادسية شاهدنا هناك قمع بعد أكثر جايب، بس أدعو جميع المتظاهرين من كل محافظة أن يتصاعدوا بعد أكثر وأكثر على أولئك الطغاة، أولئك خدم الاحتلال، إما أمريكي وإما إيراني، إي والله، وأن لا يتراجعون أبدا في كل المحافظات الجنوبيه بالكامل. هؤلاء طغاة، هؤلاء مفسدين، خدم الاحتلال، الوكيل خدم الاحتلال، اما للجيش الحكومي واما للميليشيات السلام او الحشد الشعبي. اي والله. نعم. شكرا يا سيد قاسم من السماوه، دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الفقره. طبعا الموضوع موضوع ايران حقيقه يعني يستفز مشاعر العراقيين ويدفع كثير إلى التحدث بهذه النقطة. طبعا مثل ما قلت أنه الجميع مرحب به أن يشارك على أي موضوع يريد، لكن إذا رغبتم فقط بالمشاركة بهذا أنتم أحرار، ادلوا بما لديكم. نشوف مشاهدينا هذا المقطع لتظاهرة لعدد من أصحاب محلات البيض، بيع البيض ومربي الدواجن، المطالبين بمنع استيراد البيض من دول الجوار، تظاهروا أمام وزارة الزراعة في بغداد ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ولأحزابها وميليشياتها لأنها السبب والمستفيد من تعطيل عجلة الإنتاج الوطني. هؤلاء المتظاهرون أقدموا على إتلاف إنتاجهم من البيض احتجاجا على الحال الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لهم في ظل تعطل أعمالهم. لنشاهد. يعني سؤال، هذه الكميات التي تم إتلافها الآن، هي طبعا كميات ليست بالكبيرة، لكن هو يعني وجه من أوجه الاعتراض أو انتقاد حالة موجودة. طيب ليش ما الدولة اللي طرحت قبل كم يوم
موضوع الأمن الغذائي هذا القانون، ليش ما تستفيد؟ مو تقول على أساس إنه هي تريد توزع مفردات البطاقة التموينية، طيب استفيدوا من لدى من ما لدى هؤلاء من بضائع مكدسة، وحتتلف لأنه هناك فساد يمنع المنتج الوطني ويمنع الإنتاج الوطني في سبيل الاستخدام المنتج الأجنبي من الدول المجاورة بصفقات فساد طبعا. ليش ما تستفادون وتوزعوها ضمن البطاقة التموينية على المحتاجين؟ دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي جاءت بشأن هذا الموضوع. عمر يقول الوزير ما يحصل منكم كوميشن، بينما المستورد حصته توصل يمه، حسبي الله ونعم الوكيل، على كل واحد يأكل من خير هذا البلد ويخون به. لدينا تعليق من كمال يقول الحل الوحيد هو تعاون المواطن مع المنتجين المحليين بعدم شراء البيض الإيراني. تعليق من ميخائيل يقول الحكومة فاسدة، العراق يقدر على تصدير البيض إلى الخارج أيضا لكن الحكومة فاسدة. وعبد الله الجبوري يقول يجب أن توجد لجان لضبط الحدود والحفاظ على المنتج الوطني، والتخلي عنه يعني جريمة بحق البلد وتدمير للإنتاج الوطني. يجب أن تكون هناك أو يكون هناك دخول المواد بحسب الحاجة. طبعا تنظيم الاستيراد هي الإشارة التي يريد أن يشير إليها عبد الله. ليست فقط قضية البيض، وصل أيضا منتجو المزارعون من منتجي الطماطم أيضا إلى مرحلة قام كثير منهم بإتلاف المحصول، لأنه الطماطم المحلية سعرها أغلى من المستوردة بحكم أنه لا يوجد دعم للفلاح، لا يوجد دعم للمزارع، وبالتالي يضطر إلى دفع الأموال من جيبه الخاص في سبيل شراء الأسمدة وغيرها حتى يستطيع أن ينتج، ومن يجي ينتج يكون السعر لا يناسب المواطن الفقير، فيتجه المواطن إلى الرخيص، إلى الرخيص اللي هو المستورد، وبالتالي يضرب المنتج الوطني ذا الجودة الأعلى والطعم الأفضل في سبيل تكديس الأسواق العراقية بالمنتجات الرديئة من إيرانية وغيرها. ويانا اتصال السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. إحنا خل نرجع قبل 2003 ونرجع للتسعين، للحصار، للحصار مال التسعين. طيب كان العراق محاصر من كل الدول. نعم. وكانت البضاعة الوطنية مغطية السوق أكثر، والحنطة مغطية أكثر. البطاقة التموينية أكثر من مادة، أكثر من مادة. نعم. تم يصرفون مليون تريليون للبطاقة التموينية، ويجي هذا الزيت الفاسد ما يرهم للحيوانات، ما يرهم احترامات للبشر. نعم. زين هسه من يقول لك والله دول الجوار، منو؟ تركيا وإيران. زين تركيا سدت المي علينا عيفيدها العراق، وإيران سدت المي علينا عيفيدها العراق. العراق من عيفيدها؟ عيفيدها ناس ذيول إلها، ناس تابعة لها مجندة إيران وغير إيران. ليش برأيك يستمر أو تستمر عملية محاربة الإنتاج الوطني؟ طبعا الانتاج الوطني مو بس بالقطاع الزراعي، لا، هناك انتاج ايضا بالقطاع الحيواني. يعني اليوم احنا من نشوف انه بيض المائده اصبح منتج غير مدعوم، الحكومه ده تحاربه وتحارب منتجيه حتى في سبيل تمرر صفقات من دول الجوار. هذا الموضوع يضرب المنتج الوطني. يعني احنا اذا نوصل، احنا وصلنا مرحله اكتفاء ذاتي بالطماطم ضربوها، وصلنا مرحلة اكتفاء ذاتي بالحنطة والشعير حرقوها، الأسماك سمموها، وهسه اليوم البيض حيظل مكدس إلى أن يفسد، وبعدين بالإنتاج الوطني المحارب. ليش؟ هم جو تدمير للعراق، جو تدمير للعراق، وجاهم القذر برايمر. طيب لأن كان يقودهم برايمر، هذا القذر، برايمر جاب ناس شلة حرامية، شلة لصوص، وسلم العراق ماكو، الناس دايحة. نعم. الناس دايحة، ما تعرف تدير، ما تعرف تدير كل شيء. هسه أنت لو طب على مواضع بالإنترنت، أنت هسه تطلع اجتماعات الحلبوش وربعة، ناس تفتر وناس تروح والكامش الموبايل والمدري شو مسوي، وأنت شوف الاجتماعات مع صدام حسين، أبغى صدام حسين الله يرحمه،
شلون القعده وشلون الهيله. شوف يعني, يعني بس لحظه ابو عبد الله, احنا حتى لا نبتعد عن الموضوع وندخل بامور ما لها علاقه بالقضيه. احنا انت ذكرت الحلبوسي وذكرت الاجتماعات, خلينا بس نربط الموضوع بهس اللي دا يصير بالعراق. مقتدى الصدر استقال, اجبر نوابه على الاستقاله, فطلع الحلبوسي يقول استقال مضحيا في سبيل الوطن. شنو المضحي في سبيل الوطن؟ هو واحد من ضمن الشركاء بالعمليه السياسيه, واذا مثل ما يقول سلمها فهو سلمها لمجموعه من اللصوص الفاسدين. شنو اللي حيتغير بشكل الحكم بالعراق اليوم؟ ما يتغير هو ما قد حطه صافي بعشرة حبيبي. نعم هم محمد اي وياك استاذ محمد وياك يجي قبل كم يوم 50 درجة وظيفية لوزارة الصحة ما وصلها حد يمين. نعم انباعت الدرجة الوظيفية بشدة بدفتر. نعم عندك دفتر تعين, ما عندك دفتر روح. سيد أبو عبد الله أنا أكتفي بحضرتك بهذا القدر. نعم شكرا جزيلا, وصلت الفكرة. دعونا نكمل مشاهدينا ما لدينا من مواضيع في هذه الفقرة. احنا لا نزال إلى الآن في الفقرة الأولى, فقرة المقاطع المتداولة. عرضنا القمع اللي صار للخريجين التربويين في محافظة القادسية, عرضنا في بداية الحلقة الهتافات ضد إيران من قبل جمهور أو جمهوري ناديي الزوراء والقوى الجوية. قد يكون هو فقط من جمهور الزوراء, لكن هو بشكل عام هذا لسان حال العراقيين, هتافات ضد إيران لأنه أكو منشد دخل الملعب يهتف للحشد لهذه الميليشيات, فرد الجمهور بإيران برا برا, ويكتفي أن يقولون إيران برا برا بأدواتها. وهسه وطبعا عرضنا موضوع البيض المكدس وتظاهرات منتجي بيض المائدة. نصل الآن إلى المقطع الرابع لدينا في هذه الفقرة. ماكو عراقي مراجع دائرة حكومية سواء في داخل العراق أو في خارج العراق, ورأى بأم عينيه, إذا هو شريف ومزى ومرتشى وما دفع وما سوى, رأى الإذلال الحقيقي الموجود في دوائر الدولة الحكومية في العراق بعد 2003. البيروقراطية, هذا النظام الذي يعقد على المواطن على المراجع حياته في سبيل أنه الموظف يريد رشوة, هذه البيروقراطية يعاني منها المواطن العراقي عند مراجعته لإنجاز أي معاملة. تتفاقم معاناة المواطن في فصل الصيف بالعراق في ظل درجات الحرارة المرتفعة وأيضا انقطاع التيار الكهربائي وتأخر إنجاز المعاملات وترك المراجع ينتظر بطوابير طويلة بلا أدنى مقومات الإنسانية في التعامل معه. هذا المقطع المصور الذي سنعرضه الآن هو من إحدى دوائر إجازات السوق التابعة لوزارة الداخلية, يبين حال المواطنين بعد انقطاع التيار الكهربائي. للعلم وزارة الداخلية خصصت استخراج الإجازة لشركة خاصة مدعية أن ذلك سيقلل من البيروقراطية ويساهم بزيادة الإنتاج وسرعة الإنجاز بالنسبة للدوائر, لكن الفساد أخذ مأخذه ولم يلمس المواطن العراقي أي تغيير كما يقول المراجعون. لنشاهد. ماكو, الناس من التسعة واقفة اشوفوها بالحار, طلعوهم من الكربانات وطردون بالناس. هاي شوفوا هذا الهاي وهاي كلها بالحار قاعدة, هاي من الصبح يطردون بالناس قاعد. هاي الله شاهد, خلي شوفه زيد طردك ولا. هاي اسمع هذا الضابط. دعونا نعرض التعليقات التي أو جزء من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. فاضل الوائلي يقول الله يعلم يا مسؤول ماخذ خصخصة حال الكهرباء, أو ماخذ خصخصة حال الكهرباء, بلد ما تصير لشارة. سلام يقول حسبنا الله ونعم الوكيل, إجراءات معقدة لا فائدة منها سوى التأخير وزيادة التكاليف على إصدار الإجازة المرورية.
أبو منتظر يقول بطاقات الانتخابات أسرع من البرق ومجانا لأن تخصهم، أما إجازات السوق فما تخصهم. وحامد يقول هل تشاهد يا سيادة اللواء مدير المرور العام إجازات السوق؟ هل تشاهد؟ بل هل تشاهد يا وزير الداخلية الذي قال في إحدى اللقاءات سابقا نحن نحمي النظام السياسي في العراق؟ ويانا أبو فاطمة من النجف، تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حيا الله أبو فاطمة، أهلا وسهلا. مرحبا بك. الحقيقة هذه المشاهد ليست الأولى الكريم في العراق، هذه مع الأسف الشديد يعني اللي موجودين في المنطقة الخضراء هم ليسوا مسؤولين وليسوا سياسيين، وما عندهم أي يعني أي أقول لك صراحة يعني أي ولاء للعراق. هذه الناس مرتشية، ناس منهم الذيول ومنهم مرتزقة ومنهم الخونة والعملاء ومنهم الدمج، ليسوا من العراق أصلا. إرادة الانتقام من هذا البلد، من المواطن العراقي، من إذلال المواطن العراقي، ما جرى من 2003 إلى يومنا هذا أكبر دليل على كلامي هذا. فماذا ننتظر من هؤلاء؟ يعني لا رحمة ولا شفقة ولا أي مسؤولية. أستاذ محمد، سيدة أبو فاطمة، حضرتك تابعت المقاطع اللي عرضناها في بداية الحلقة أو اليوم اللي عرضناها بهاي الفقرة؟ نعم نعم. شيء طيب منها أنا أريد تعليق على أي واحد منهن حتى نتناقش به. أنا ما يهمني هو أن المواطن العراقي الأصيل لا تستطيع إيران لوي ذراعه مهما طال الزمن، لأن العراق، تاريخ العراق وحضارة العراق هي ولادة وشجرة مثمرة. فما جرى في 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 الملاعب الرياضية من الهتاف ضد إيران هذا عندي يعني أقوى من ضرب إيران بصواريخ أو قتالها. يعني هل يعقل بين العراقيين؟ هل العراق ما زال يعرفون ناكري جميل، ناكري فضل، ناس من ذولا اللي هم تابعين للأحزاب والميليشيات يقولون لولا إيران لدخل داعش إلى بغداد. طيب هل يعقل بين العراقيين قليلين أصل حشاهم وناكرين جميل أنه ينتقدون أو يهاجمون ويرفضون وجود اللي ساعدهم على دحر الإرهاب؟ هل يعقل بأن العراقيين ما يشكرون الآخرين، ما يشكرون اللي وقف وياهم وساعدهم؟ ليش اليوم أغلب العراقيين يقولون إيران برا برا، الحشد برا برا، هاي الميليشيات وهاي الأحزاب شلع قلع برا؟ ليش؟ نعم، لأن أخي يعملون لصالح إيران ولا هم إلى إيران، يريدون تدبير البلد. هؤلاء المرتزقة، هذه الميليشيات أخي تعمل لأجل مصلحتها. هذا هو السبب. لذلك والناس في من أسوأ إلى أسوأ. فهؤلاء ما فائدتهم هذه الحشد والميليشيات؟ ما فائدتها في العراق إلا أن تكون نفس النموذج اللي موجود في لبنان. ولبنان يعني نعرف اليوم إلى ماذا وصل لبنان من مآسي وجوع وفقر إلى آخره. كذلك في إيران نفس الشيء. فالعراقي لن يرضخ، العراقي لن يسكت على هؤلاء. وما يجري الآن في العملية السياسية من انهيار العملية السياسية أكبر دليل على شعور المواطن العراقي. أبو فاطمة، أحد الناشطين في موقع تويتر كتب تغريدة جدا جميلة حقيقة، يقول أكو واحد يعمل في مجلس محافظة بغداد صار له 11 سنة ينتمي للتيار الصدري، جاءت بحقه كتب إقالة وكتب رسمية من رئاسة الوزراء تأمره بالاستقالة، ما استقال لأنه مقتدى الصدر واقف بظهره ومتشلب بهذا المنصب. هل يعقل أنه اللي قال في لقاء تلفزيوني أنا من 2005 إلى حكومة مصطفى الكاظمي لم تشكل حكومة في العراق دون موافقتي اللي هو مقتدى الصدر، هل يعقل يسلمها بهذه السهولة ويتخلى عن 75 نائبا ومقعدا برلمانيا بامتيازاتهم ومخصصاتهم؟ هل يعقل بأنه يفرط بهذا الموضوع؟ أستاذ
استاذ محمد القضيه في قبل هذا الشيء يعني التيار الصدري هو ماسك الوزارات الخدميه من اكثر من 10 سنوات ويزيد هو الذي دمر العراق. القضيه الان نسمع الخبراء السياسيين ان الامر اكبر مما يعني يتصور التيار الصدري وغيرها. الأمر أصبح دوليا، هي فقط مجرد وقت سيتم قلع هؤلاء وطرد هؤلاء، لأن العراق ليست يعني لعبة بيد هؤلاء. المجتمع الدولي أمر السياسيين وغيرهم بحل الميليشيات. القضية لهؤلاء يعرفونها يعني جدية الآن، لذلك انهارت العملية السياسية. طيب أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد أبو فاطمة من النجف. دعونا مشاهدينا الكرام ننتقل لمتابعة فقرة الإنفوغرافيك وما لدينا من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. تحول قمع الخريجين والتنكيل بهم إلى ظاهرة تلازم كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003، حيث أن تعامل هذه الحكومة مع هذا الملف يتعاملون معه بعقلية أمنية دون أن يلتفتوا للأصوات المطالبة بفرص عمل وعيش كريم. يكلل تعب سنوات من الدراسة والتحصيل العلمي بنجاح بالحصول على ما يريدون، لكن هذه الحكومات تأبى أن تعطي أصحاب الحق حقهم. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذه الظاهرة وعلى جيوش العاطلين عن العمل الذين لم يجدوا من الحكومة أو حكومات الاحتلال المتعاقبة إلا القمع عند كل تظاهرة لهم. لنشاهد. خريجون على جرف البطالة وآخرون في مستنقعها يتظاهرون بلا كلل ولا ملل للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في ظل فساد مستشر منذ 19 عاما متواصلة، وسط تقديرات تشير إلى أن عددهم تجاوز 1,000,000 وجميعهم يبحثون عن وظائف سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي. لطالما طالب الخريجون في تظاهراتهم بفرص عمل اعتمادا على الكفاءة ووقف المحاصصة الحزبية في تقاسم الوظائف، وهذا ما عززته تظاهراتهم المستمرة منذ أعوام والتي كانت بمثابة الشرارة التي مهدت لثورة تشرين بعد الاعتداء على حملة الشهادات العليا في حينها. مطالب لم تتحقق إلى الآن في ظل تضخم أعداد الموظفين الذي تعاني منه مؤسسة الدولة في البلاد من جراء حملات التعيين الضخمة التي أقدمت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة دون دراسة منهجية واضحة لتوزيع الموظفين أو طريقة الاستفادة منهم. أحزاب متنفذة وفصائل مسلحة وسياسيون يسيطرون على فرص العمل والتعيينات في الدولة بعد أن شملتها سياسة المحسوبية والمحاصصة المقيتة، ليستبدل مفهوم تعيين التكنوقراط بمفهوم تعيين كوادر الأحزاب، حتى في أوقات إعلان الحكومات عدم وجود درجات وظيفية كافية في استغفال واضح لحقوق العراقيين، ليصل الحال إلى مساومة الباحثين عن فرصة عمل على دفع مبالغ ضخمة لتتحول الوظيفة لسلعة تتاجر بها الأحزاب بعد أن تاجرت بالوطن وأبنائه وسرقت مقدراتهم. الآن قمع الخريجين من قبل القوة الموجودة. إذن هي أزمة تتصاعد في ظل حكومات أهملت قطاع الصناعة فضلاً عن غيره من القطاعات لتنذر بثورة جديدة تنهي حقبة الحكم الفاسدة وتعيد الأمل للعراقيين. مشاهدينا الكرام، كما قلنا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا هناك خدمة الواتساب ضمن هذه الأرقام وموجود هو آخر رقم لدى حضراتكم. بإمكانكم أن تستخدموا هذا الرقم لإرسال الرسالة. اللي ما يقدر يتصل، اللي يخاف يتصل، اللي متردد أنه يتصل ويعني عنده أسباب الخاصة، بإمكانه أنه يرسل رسالة عن طريق الواتساب. ونؤكد لحضراتكم أن المتصلين أو من يرسلون رسائل لدينا أو أي شخص لا يريد أن يظهر اسمه أو أي معلومات عنه فهو محق بهذا الشيء، لأن الوضع في العراق حقيقة وضع مقلق ولا يخشى، لأن كل بياناتكم محفوظة ومحرمة أن تظهر إلى العلن.
فبإمكانكم بلا قلق أن ترسلوا ما لديكم إن كنتم تريدون إرسال رسائل مكتوبة، ومن يريد أن يتصل باسم المستعار فأهلا وسهلا بالجميع. دعونا ننتقل إلى الفقرة، فقرة الهاشتاج، الفقرة الأخيرة لدينا في هذه في فقرة مواقع التواصل الاجتماعي. طالب طلاب الصفوف المنتهية مرحلة السادس الإعدادي ممن لم يتمكنوا من الدخول الامتحانات الوزارية التي جرى تأجيلها بسبب تسريب أسئلة مرحلة الثالث المتوسط، طالبوا وزارة التربية بإعادة النظر في أوضاعهم وإصدار قرار الدخول الشامل ليتسنى لهم أداء الامتحانات ومراعاة ظروفهم في ظل انعدام الكهرباء وما تشهده البلاد من أوضاع صعبة. هذه مجموعة من التغريدات مع وسم الدخول الشامل تكميلي في موقع تويتر. علي عدنان يقول: نناشد وزير التربية علي حميد الدليمي بالموافقة على الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي والثالث متوسط، كون ظروف هذه السنة استثنائية وصعبة على جميع الشعب. أن الدخول الشامل أبسط حقوق الطلبة من أجل فرصة أخرى. في تغريدة من مصطفى يقول: الدخول الشامل تكميلي ينصف الطلاب بالدخول الشامل. جيلان تقول أو يقول: يعني إيش راح تخسر إذا انطيتنا دخول شامل؟ حالنا حال باقي الطلاب، قابل إحنا مو بشر؟ حرام تروح سنة منا، يعني تخيل على مدرجتين أعيد سنة، حسبي الله ونعم الوكيل. وعلي يقول: يا أخي أما توافقون على مطلبهم اللي هو حقهم بالأساس، حالهم حال الدفعات السابقة دفعة 2019-2021، أو تطلعون بخطاب رسمي يعلنون الرفض مع السبب، أو تعلنون الرفض مع السبب، أو تعلنون الموافقة حتى الطلاب تخلص من القلق والتوتر ويعرفون راسهم من رجليهم. طبعا وزير التربية يمكن الآن مشغول بورقة التوبيخ التي أصدرها مصطفى الكاظمي بعد أن تم تسريب أسئلة مرحلة الثالث المتوسط. مصطفى الكاظمي خرج بأمر وزاري بتوبيخ، معنون توبيخ لوزير التربية. هذه الحالة لو حدثت في أي بلد من بلدان العالم المحترم لاستقال الوزير واستقالت الحكومة، لأنها لم تستطع الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات. مثل ما قال أحد المواطنين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي: إذا كانت هذه الحكومة أو هذه الوزارة أو مجلس الوزراء لم يستطع المحافظة على سرية أسئلة امتحانات، شلون حيقدر يحمي البلد؟ شلون حيقدر يحافظ على البلد إذا ورقة 30 سنتيمتر ما قدروا يحفظوها ويحافظون عليها؟ شلون حيحافظون على بلد بي مثل ما يقولون 40 أو أكثر من 40 مليون نسمة؟ هذه الحالة لو حدثت في بلدان أخرى لاستقال الوزير، أو لطالبت الحكومة بمعاقبة هذا الوزير وكافة الكادر المسؤول عن هذه الأسئلة وإصدارها بسبب تسريبها. هذا الموضوع موضوع يمس أجيال العراق، يمس أجيال المستقبل، يمس بنات الوطن. أن تسرب أسئلة وينجح من لا يستحق، يعني أنت دا تنتج جيل فاشل، جيل لا يصلح، جيل بني على الفساد والغش، وحيكبر يغش بهذه الطريقة. فلو كان في بلد آخر لاستقالت الحكومة، لكن في العراق يوبخ رئيس الوزراء الوزير، ويوصي رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بأن يفرج بعفو خاص عن تاجر مخدرات، ويفرج هذا رئيس الوزراء نفسه عن ميليشيات تم ضبطهم بالجرم المشهود وهم يقفون بجانب منصات إطلاق صواريخ تستهدف الأبرياء، تم إطلاق سراحهم بعدين. ونفس هذا رئيس الوزراء يروح يزور الميليشيات بمقرهم ويلبس لبسهم. هذه إفرازات الاحتلال الأمريكي وإفرازات إيران بأدواتها التي تحكم الآن في العراق. هذه هي الطريقة التي يحكمون بها، يعلمون الطلبة على الغش، على الفساد، يعيشون الشعب بهذه الدوامة من الرشوة والفساد والمحسوبية حتى تتربى هذه الأجيال مو بالكفاءة، بالواسطة. عندك واسطة تتعين، عندك واسطة تحصل على اللي تريده. بهذا أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة.
نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.